حكيم المطرب حكيم في حديقة الغناء المغربي هو أحد البلابل الصداحة التي تشنف أسماعنا وأرواحنا. كنقول لك سي حكيم غتبقى معنا، وأدعو إلى المنصة الفنان المطرب وهو أحد البلابل أيضا في الطرب الأندلسي محمد أمين دبي، فليتقدم ساعة الاعتراف وساعة الرسالة الفنية التي يمررها الرواد إلى من يحمل مشعل الرسالة الفنية حفاظا على الأغنية المغربية الطربية والأغنية التراثية، ومن خلال هذه الأغاني نحافظ عن خصوصيتنا المغربية ونحافظ عن ثقافتنا المغربية وموروثنا المغربي، دفاعا عن هويتنا، دفاعا عن هذا الوطن. ومن خلال هذه اللحظة نحيي قائد هذه الأمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. أدعو الكبير والرائد سي محمد بجدوب الحاج محمد بجدوب فليتفضل مشكورا في هذه اللحظة الجميلة، لحظة الاحتفاء ولحظة الاعتراف. ولا بد من تجديد الشكر للحاج محمد بجدوب لأنه تجشم معنا السفر قادما من مدينة آسفي، أو كما يسموها في التاريخ المغربي مدينة القراصنة. تبارك الله سي محمد بجدوب. البارح الفنان سعيد الناصري سعد المكانة هو كيتحدث لي عليك ويعدد مناقبك وفضائلك وأفضالك على الأغنية المغربية. هي لحظة اعتراف ولحظة حاسمة وبداية خير وبشارة خير في هذه الليلة المباركة التي أذكر هي احتفالية بنجوم الشاشة في دورتها التاسعة، هذه الليلة التي أبدعها الفنان القدير سعيد الناصري، ونتمنى أن تستمر. مرة أخرى نشكر ونجدد شكرنا لكل المستشارين، ونشكر الفريق الوزاري الممثل في كتابه العامون وفي مستشاريه وفي مدرائه، نجدد لهم الشكر، ومن خلالهم نبعث برسالة محبة وشكر إلى السيد الوزير محمد بن سعيد وزير الثقافة. ننادي على الدروع، فليتقدم درع الفنان القدير حكيم. حكيم سي بجدوب، هذا الدرع ستقدمه للفنان حامل لواء ومشعل الأغنية الطربية المغربية الفنان القدير حكيم. وغادي تبقى معنا سي حكيم لأنه كاين واحد الجائزة. سي سعيد الناصري في كلمة. نذكر فبطبيعة الحال هو درع الرائد بجدوب الحاج محمد بجدوب، وهذه اللحظة هي لحظة تسليم المشعل والرسالة الفنية من رائد إلى الخلف أو يعني الحفيد الفني إنجاز التعبير. فهذه الدروع تحمل أسماء روادها، وأنادي على درع الفنان.